اخبار اليوم. قالوا ان انت خدت 30 مليون وقالوا ان انت خدت 25 مليون. شيط يا ريت. حميد قال لي لا والله ما خدش كده. لا لا بص طبعا الناس بتبالغ بشكل غير عادي جدا بشكل غير طبيعي. لا بس بصراحه كده اجر يعني رمزي او رامز جلال بالذات الاثنين السوبر ستار اللي في المجال ده يعني دلوقتي يبقى اعلى من اجرهم في المسلسلات والافلام؟ لا مش اعلى. انت مش عايز الصراحه؟ اه انا هاخد في المسلسل. طب لما يجي انا هاخد في المسلسل قد اللي خدته في البرنامج مرتين رغم الخطوره بتاع البرنامج. لا بس موجود لا 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 بص يا استاذ عادل انا بقول لك اهو وبصراحه وبصدق شديد جدا انا هاخد في البرنامج نص اللي هاخده في المسلسل بس البرنامج هاخد فيه عائد شاف وعائد ونجاح وجماهيري وانتشار في نفس اليوم في نفس الثانيه على مستوى العالم العربي والجاليات العربيه اللي موجوده في كل حته. انما المسلسل حصري على قناه معينه ممكن حد يشوفه مش على موقع القناه نفسها في على اليوتيوب على موقع مش عارف ايه على المتفرج بتاع القناه دي فهناك فرق كبير جدا. اما بالنسبه للفلوس لا. طب الضيوف نفسهم لا بياخدوا بقى لو انت عايز تحسبها انا خسران.